مع رايك كابتن طاهر. خلينا نروح لارض الملعب زي ما عودناكم دايما بننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه، ونروح لسالة حامد زميلتنا العزيزه من ارض الملعب عشان تنقل لنا الاجواء وتغطي لنا لحظات ما قبل المباراه. اتفضلي يا سالة. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو الكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، حاليا متواجده داخل طبعا صاله النادي الاهلي، صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان انقل لكم زي ما حضرتك قلت يمكن اخر اللحظات واخر الاستعدادات سواء لفريق النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري قبل مواجهه اليوم طبعا مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، واللي هتكون الجوله ال 13 من ضمن طبعا يعني المرحله لمرحله الاياب، طبعا مرحله الذهاب والاياب الدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله رجالي. طبعا خليني سريعا يا كابتن هيثم انقل لحضرتك الاجواء هنا. يمكن طبعا الاستعدادات بالنسبه للفرقتين كانت استعدادات بشكل طبيعي سواء لفريق النادي الاهلي او فريق النادي الاتحاد السكندري. يمكن طبعا الفريق النادي الاهلي تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن طبعا خليني اقول لك ان الفريق كان بيستعد بشكل طبيعي جدا، امبارح اتمرن هنا يعني داخل صاله امير عبد الله الفيصل بيستعدوا بشكل طبيعي، امبارح كانت اخر الاستعدادات واخر طبعا التدريبات بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده النادي الاهلي بيدخل المباراه يا كابتن هيثم وهو عنده العديد من الغيابات، يمكن زي ما حضرتك قلت طبعا قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره، يمكن يعني من ضمن الغيابات اللي هتكون في صفوف فريق النادي الاهلي طبعا محمد ابو النصر، عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، يوسف المعداوي، محمود وليد، وكمان محترف فريق النادي الاهلي عيسى ليونز. كمان يمكن النادي الاهلي هيدخل المباراه دي بدون محترف، يمكن طبعا نادي الاتحاد السكندري مع جوزيف ايمانويل محترف الامريكي طبعا مع الاتحاد السكندري هيكون متواجد في مباراه اليوم. كمان خليني يعني اطلع حضرتك يعني سريعا على ال 12 لاعب اللي هيكونوا في السكور شيت بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا بدايه مع عمر عزب، مصطفى كيجو، ايهاب امين، مروان سرحان، سيف سمير، عمر طارق، كريم حاتم، احمد مهيب، محمد طارق خيري، بلال حمدي، عمرو الجندي، وعمر كمال. ده بالنسبه لل 12 لاعب في سكور شيت للنادي الاهلي هيكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك ان الاتحاد السكندري وطبعا تحت قياده المدير الفني احمد عمر يمكن امبارح وصلوا للقاهره، دخلوا في معسكر مغلق، يمكن تمرنوا الاول طبعا في مدينه الاسكندريه قبل ما يتجهوا للقاهره للدخول في معسكر مغلق. كمان كان في محاضره فيديو ميتنج مع الكابتن احمد عمر وجميع اللاعبين، وايضا مستر اوغستي بوش كان عنده امبارح فيديو ميتنج، مش النهارده، كان امبارح في فيديو ميتنج ما بينه وما بين طبعا اللاعبين بيتكلم فيها على طبعا اهم النقاط اللي هتكون موجوده في مباراه اليوم، وبالاخص طبعا اداء نادي الاتحاد السكندري في المباريات الماضيه. يمكن كمان خليني اقول لحضرتك ان نادي الاتحاد السكندري يمكن طبعا معاه 14 لاعب وهيغيب بس 2 لاعيبه طبعا لرؤيه فنيه وهم عمر جابر وعبد الرحمن خالد، ولكن بقيه اللاعبين هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي بدون اصابات. نادي الاتحاد السكندري هيكون النهارده معاه او يدخل المباراه بيوسف شحاته، هيثم كمال، احمد عادل، انس اسامه، وجوزيف ايمانويل طبعا محترف الامريكي، ميدو طه، باسم الليسي، يوسف شوشه، احمد ابو العلا، ياسر صالح، علي محمد، وجاسر الكيكي. طبعا دول 12 لاعب ايضا اللي هيكونوا في صفوف فريق نادي الاتحاد السكندري. كمان خليني افكر الساده المشاهدين يا كابتن هيثم، النادي الاهلي يمكن بعد طبعا مباراه سبورتنج المباراه الماضيه يمكن النادي الاهلي حاليا هو في المركز الثاني برصيد 22 نقطه، اما الاتحاد السكندري هو يعني في المركز الاول برصيد 23 نقطة. يمكن طبعا دي مرحلة يعني مباراة الذهاب أو الإياب، يمكن طبعا زي ما احنا عارفين يمكن مباراة النهاردة أو الفوز في مباراة النهاردة ويمكن دي المباراة اللي قبل الأخير، إن شاء الله يعني المباراة القادمة هتكون مع نادي سموحة، يمكن دي آخر مباراة اللي هتقام يوم الخميس في مدينة الإسكندرية. يمكن طبعا دي كل المباريات يمكن اللي بتخلي النادي الأهلي يحافظ يمكن على صدارته أو إن هو يحافظ على المركز الأول، ولكن طبعا يمكن المباريات القادمة من بعد مرحلة الذهاب والإياب هي المباراة هتكون الأصعب والأهم بالنسبة لفريق النادي الأهلي. يمكن كمان خليني أقول لحضرتك إن الأجواء هنا يمكن الصالة خالية من الجماهير، ما فيش جماهير خالص يا كابتن هيثم بالنسبة لنادي الأهلي أو نادي اتحاد السكندري، يمكن بس يعني الحضور مقتصر على البعض في المقصورة الرئيسية داخل الصالة. يمكن لحد الآن يمكن اللي حضر من المجلس إدارة النادي الأهلي وهو المهندس خالد المرتجي أمين الصندوق، يمكن حضر لحد دلوقتي، ولكن إن شاء الله مع اقتراب موعد المباراة يمكن يحضر أكتر طبعا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي
لمشاهده مباراه اليوم. النهارده ان شاء الله يعني يا كابتن هيثم نكون مع حضرتك بعد يعني المباراه، وان شاء الله النهارده الفوز يكون من نصيب فريق النادي الاهلي. طبعا انا معاك يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان نعود مره اخرى للاستوديو طبعا يتكلم عليك. تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا، غطيتي كل النقاط الحقيقه اللي كنا محتاجين نعرفها قبل المباراه، بشكرك شكرا جزيلا. اللي عايز اقوله كمان زي ما حضراتكم شفتوا سلا قالت